إطار الاحتفال بليالي شهر رمضان الكريم وفي حضور جمع كبير من أهالي المكرمين والمواطنين، شهدت مدينة دراوي محافظة أسوان حفل تكريم حوالي 120 من حفظة القرآن الكريم. التفاصيل مع الزميل عبد الله الأنصاري. في مدينة دراوي بمحافظة أسوان نظم مكتب زيد بن ثابت لعلوم القرآن الكريم حفل تكريم الحافظين لكتاب الله عز وجل بحضور القيادات الدينية والتعليمية بمدينة دراوي وجمع غفير من المواطنين. وهذا اليوم طبعا من الأيام المباركة التي منذ أن نشأت الجمعية في عام 2005 ميلاديا ننظم حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم، والتي تقوم على المساعدات المالية الخالصة من الشباب ومن الذكور ومن أهل البلدة الكرام. وتكلفة هذه المسابقة إجماليا سنويا بإذن الله تعالى أكثر من 180 ألف جنيه. والقائم على هذا الحفل المبارك الشيخ محمود سعيد القنابي الله، ونخرج في كل عام أكثر من 20 و30 و40 من حملة كتاب الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا جميعا تالين لكتابه عاملين بما فيه، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. المسابقة عندنا بعد شهر رمضان نبدأ الحفظ والتحفيظ بالنسبة للأطفال المتقدمين من سن 5 سنوات إلى ما أعلى يعني. فالمسابقة عندنا بتبتدئ للحفظ، وبعد في آخر الشهر أو إن شاء الله في شهر رمضان الكريم المبارك بيكون المسابقة الكبرى. المستويات عندنا المستوى الأول قرآن كاملا، المستوى الثاني من 24 جزء ل 20 جزء، المستوى الثالث من 19 جزء لخمس أجزاء، المستوى الرابع والخامس من 5 إلى جزء أو نصف جزء. وهذا يكون تكريم للأطفال والمتقدمين والمتسابقين سواء بنات أو نساء أو رجال، كل المستويات أو كل الأعمار يعني. ضم الحفل فقرات دينية قدمها المكرمون تؤكد منزلة حفظ القرآن الكريم وتظهر مهارتهم في الحفظ بالقراءات المختلفة. نحن الآن بصدد الاحتفال السنوي، بنعمل الحمد لله كل يوم 25 رمضان كل سنة. معنا الآن 120 متسابق، منهم 31 من حفظ كتاب الله عز وجل. بنعمل امتحان في آخر شهر شعبان من كل سنة. بنقسم الناس مستويات، مستوى الأول في 31 واحد من حمل كتاب الله عز وجل، وبقية الناس معنا من المستوى الثاني للمستوى الخامس. تقوم مكتب تحفيظ زيد بن ثابت على تحفيظ طلبته على في القرآن الكريم، ويكون التعليم طوال العام للطلاب، ثم يأتي في نهاية العام ويكون هذا في شهر رمضان، ونقوم بعمل اختبارات لمن أتم حفظ القرآن كاملا ومن لم يتمه على مستويات مختلفة، ثم يقوم التقييم الطلبة في نهاية هذا الاختبار، ويقوم بتكريمهم في شهر رمضان. وتقليد سنوي يتم فيه تكريم الحافظين لكتاب الله عز وجل بمختلف المستويات والمراحل السنية في احتفالية يرتقبها الحافظون والمحفظون في ختام ليالي شهر رمضان، يتكاتف الجميع لإظهارها في أحسن صورة. من مدينة دراو لأخبار طيبة.